السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، طلاب الصف السادس الابتدائي، أصحابي وأصحاب قناتي الإنجليزي أسهل مع مس سارة سامي. تعالوا نشوف النهاردة مع بعض ملخص عام على المنهج كله. هنشوف الفيديو هيقدر ياخد معانا لغاية الوحدة كام. أخذ الوحدة الأولى خير، بس إن شاء الله هنبدأ في اللي احنا ننقل لكم الفيديوهات على ملخص للمنهج كله اللي لسه ما كانش ذاكر واللي ذاكر بيراجع. تعالوا نشوف مع بعض. بذكركم الاول بالاشتراك في قناه الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي بالضغط على زر السبسكرايب لونه احمر، وكمان تفعيل رمز الجرس عشان يوصلكم الجديد بتاعنا. وبالنسبه للفيسبوك صفحتي عليه الانجليزي اسهل مع مس سارة سامي متابعه واعجاب بالصفحه. تعالوا نسمي الله ونبدا نشوف الوحده الاولى معانا ملخصها ايه. بسم الله. الكلمات المهمه اللي على الوحده الاولى في يونت 1 هي كلمه دايلي يعني يومي، foreigner أجنبي، include يتضمن، the Egyptian museum المتحف المصري، adult يعني سن رشد. بعد كده عندنا طبعا بنلفت انتباهكم ان المدن والجنسيات والاماكن بتبقى capital اول حرف منها عشان سؤال البنكتويشن. نيجي بعد كده لكلمة under 5 يعني معناها اقل من سن 5. بعد كده عندنا كمان ان حرف الجر on بيجي قبل ايام الاسبوع، on Saturday Sunday Monday كلها ايام الاسبوع. طيب بعد كده نيجي للكلمات المهمة برضو زي كلمة school مدرسة، library مكتبة، barbers shop يعني صالون حلاقة، bank اللي هو البنك، hotel الفندق، train station محطة قطار، post office مكتب بريد. بنكمل مع بعض. pavement الرصيف طبعا بتاخد قبلها on the pavement عشان لو جات لكم في الاختياري. بعد كده عندنا bridge اللي هو كوبري، theater اللي هو المسرح. تعالوا نشوف حروف الجر الخاصة بالمكان زي beside يعني بجانب، behind يعني خلف، across from على الجانب الآخر، in front of يعني أمام، near يعني بالقرب، من above يعني أعلى. طبعا عندنا كمان جزئية اللي هي there was بتيجي مع كان يوجد. طبعا was هي الماضي من is، وعندنا هنا بيجي بعدها حاجة مفرد. بعدين عندنا was there دي طريقة السؤال بتاعتها، طبعا there was بكتب إجابة، لكن was there وفي الآخر question mark أنا بدأ هنا السؤال بفعل مساعد اللي هو was هل يوجد. طيب الإجابة عليها بتبقى yes there was أو no there wasn't. إحنا قلنا أي سؤال بادئ بفعل مساعد ما هوش أداة استفهام بيبقى الإجابة عليه لإما بyes لإما بنو، فهنا الإجابة عليه yes there was أو no there wasn't. ما ننساش no في الاخر دايما لازم احط نوت عشان بتنسوها كتير خدوا بالكم. طب تعالوا نشوف كمان كلمات. عندنا كلمه هيستوري يعني تاريخ، عندي تشيرن اللي هو ممخض اللبن، عندي كونو اللي هو المخروط، عندي شوكليت اللي هي الشوكولاته، بيكل اللي هو المخلل، عندي كمان حرف الجر ان بيجي قبل الشهور والسنوات. ولو تفتكروا مع بعض احنا قلنا الشهور حروف النقاط بتاعت الشين فوق والسنوات النون فوق والته فوق، يبقى ما دام النقاط فوق يبقى حرف الاي فوق نقطة لفوق يبقى بتاخد حرف الجر ان. هقولها تاني، ان فوقها حرف فوقها نقطة واحدة بس فوق، الشهور والسنوات الكلمة نفسها النقط اللي فوقها لفوق ما هياش لتحت. عندنا يوم النقاط بتاعته تحت، اليه عندها نقطتين لتحت بتيجي مع ايه؟ مع اون حرف الجر اون، لكن ده نقاطه لفوق يبقى يجي معاه ان نقطته لفوق زيه. برضو تعريف بعض الحاجات، عندي السكول ليرن زير يعني بنتعلم هناك، عندي لايبراري المكتبه، ريد بنقرا، اند بورو ونستعير، بوكس الكتب، عندي باربرز شوب طبعا مترجمه لكم فوقها عشان لو تبقوا شايفينها كمان في الفيديو بجانب سماعكم ليا، get a haircut بنقص الشعر زير هناك، bank get بنحصل على او put نضع، money there يبقى بنحصل على المال او بنضع المال هناك، hotel اللي هو الفندق، stay بنمكس، and و sleep ننام there هناك، train station محطة القطر، take a train there بناخد القطر من هناك، post office اللي هي post نرسل a letter there هناك، pavement اللي هو الرصيف walk on it بنسير عليه او بنمشي عليه، bridge كوبري walk خدوا بالكم من دي، walk across the river on it بنعب نمشي عبر النهر عليه من فوق يعني. طيب theater المسرح اللي هو see a show there بنعر ايه بيبقى فيه عرض مسرحي. بكده الوحدة الاولى احنا خلصناها. اقول في الفيديو عشان اصحاب الباقات لو عايزين يشوفوا الفيديو يعرفوا يشوفوه ما يبقاش حاجة عائق ليهم، فاكتفينا النهاردة بالفيديو على unit 1 بس. قولوا لي برضو في التعليقات لو تحبوا ان انا انزل يونتين في فيديو واحد ولا كفايه يونت عشان الباقات. في امان الله.